رقم 7 من دراسة اللغة القبطية واحنا لسه بنكمل مع بعض في الحروف الأصوات بتاعتها والنطق بتاعها وازاي نشتغل بيها في الكلمات والجمل. أخذنا المرة اللي فاتت وقفنا عند حرف طاف، ده حرف المرة اللي فاتت. المرة دي معانا الحرف إبسلون، الحرف اللي بعده إبسلون بيتعمل كده زي الفيونكة كده. الحرف ده من الحروف اللي ليها ثلاث أصوات. الحالة الأولى ينطق، هو بينطق كده أو بس مضمومة قوي، يعني تبقى 2 أو أو ممكن 3 كمان، بتبقى آخر الضمة، يعني دايما يجي كده. فا أو أو نمسح دي كده تبقى أو، يعني ممكن أعملها كده 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 مضمومة قوي. وبينطق يه وبينطق فيه، يعني اف و اي مثلا و او، هتبقى مضمومة قوي، هعملها كده. او تقيلة قوي، يعني اخر ضمة للبق عشان يدي الساوند بتاع او. والحالة التانية اللي هي ي، والحالة التالتة اللي هي في. تعالوا ناخد الحالة الأولى مع بعض نعرف امتى بيجي واو مضمومة قوي. ينطق إذا، هقول كده، إذا جاء قبله. قبل كده قلت لكم خدوا بالكم من كلمة قبله أو بعده، حرف الأو ميكرون. الأو ميكرون ينطق كده، ينطق اللي هي الإيه، الأو، أو جامدة. ناخد أمثلة على الموضوع ده. أول، دي أول حالة الأو ميكرون، وبعدين الحرف بتاعنا جه قبله اهو اهو، وبعدين شاي، وبعدين الاو ميكرون ابسلون الحرف بتاعنا، وبعدين رو ايده، تبقى شوري اللي هي الشورية دي هتنطق كده شوري شوري اللي هي الشورية. الشورية بالانجلش اللي هي سنسور. سنسور. سوري، ER. الحالة الثانية مثل الثاني، ادي الاو اهي والابسل بتاعتنا، هتنطق ايه؟ زي ما قلنا دلوقتي دي مضمومة خالص، ودي المي اللي هي الميم ام، هتبقى مو مو، دي شوري ودي مو مو اللي هي الموت موت، اللي هي death. كلمة تانية رو، كده رو و او
دي المفروض ان هي اوميجا مضمومه عن الاو العاديه الاوميكرون. الاوميكرون بقي مفتوح، الثانيه مضموم، الثالثه ثانيه هي، الثالثه هي او جامده بضغط عليها رو او، دي معناها باب اللي هي دور. اخر كلمه هاخدها ادي الاو اهي اوميكرون، وبعدين الابسلون هتبقى او، وبعدين اخد ايتا، وبعدين فيتا. اوميكرون ابسلون تبقى او، ودي ايتا تبقى الكسره اي ي، ودي ب لو فيتا. او ويب او ويب او ويب اللي هي كهن. بريست يبقى دي الحالة الأولى بتاعة النطق الإبسلون لما يجي أو، يجي قبله. احنا قلنا خدوا بالكم من كلمة قبله وبعده، قبله يبقى إيه؟ أو. الحالة التانية هيجي يه، هخلي دي ساكن كده لحد ما اللي عايز ينقل حاجة. خلصت الحالة الأولى وعرفت النطق بتاعها، خدت كلمتين تلاتة على الإكزامبل عليهم يعني ازاي أنطقهم. الحالة التانية اللي هو هينطق يه أو أي، لما يجي إذا جاء بين حرفين ساكنين. يعني ايه حرفين ساكنين؟ اللي هم not vowel letters، not vowel letters. ده ال vowel letters، vowel letters بس اذا جاء، if it's come between two letters not vowel letters. For example كبة وبعدين إبسلون حرف بتاعنا اهو. That's not vowel letters. That's not vowel letters. Okay. كي توس كي توس اللي هو كيتوس يعني حوت. حوت اللي هو بتاع اليونان. الويل. كلمة تانية سوري كلمة تانية كبا الحرف بتاعنا رو سيم كي ريوس يعني رب أو سيد. ماستر رب أو سيد.
كلمة ثالثة ميم ني إبسلون والميم مي في يوتا ان نيم فين نيم فين نيم فين يعني يقظة يقظة وبالانجلش اللي هي معناها aware spelling بتاعها برضو إذا جت في أول الكلام بس عليها جينكم يعني حتة الجينكم دي هتقلب القاعدة دي هتخليها برضو إيه يعني فور إكزامبل كده وحطيت الجينكم دي هنا هتبقى إيه إي إي وعندي كلمة هتبقى خدوا بالكم من الجينكم أهي خليتها برضو إيه إي في أول الكلام بس تبقى أيوس 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 اللي هي ابن ولما بقول أيوثيوس اللي هو ابن الله ابن اللي هي صام أخذ كلمة كمان حطها هنا بي بي كي بس بي كي كي بس اللي هي حديقة اللي هي جاردن سكند كده علشان اللي عايز يقرا حاجة أو ينقل حاجة الحالة الثالثة بتاعتنا ينطق في في و sometimes بيجي F معلش أنا نسيت أكتبها هنا V و V بشدودها شوية إمتى بيجي كده ناخد كلمتين كده على الحالة دي for example بيجي اف دي ضعيفة قوي مش كتير مش في حالات كتير انما هي الاساسي هنا مي الفا ابسلون تبقى ماض اللي هي جاية من طماض اللي هي ام ماض مادر ماض كلمة تانية بعديها الألفا هي وده اللي احنا قلنا بيبقى ينطق في إذا جاء قبله ألفا وإي قبله يبقى هنا ألفا هي ماض و إكزامبل على التانية ما الاي دي في الانجليش شكلها كده بس بتنطق وانا بقي مفتوح ما
ميف اي ميف اي اللي هي يذكر زي ما احنا بنقول اريبا ميف اي اذكرني remember مثل ثالث اللي هي اهو الحرف اهو قبلها حرف اهو قبلها والابسلون بتاعتنا تبقى ايفا ايفا اللي هي حواء اللي هي اسمها حواء برضو ايفا سوري دي بتبقى ايف الحالة الرابعة او كلمة رابعة علشان نكبر كله ادي الدلتا حرف الدلتا اكيد فاكرينه بيجي ذال ودال بكتبها على جنب كده عشان تفتكره وبعدين الفا اهي الالفا اهي والابسلون بتاعتنا و يوتا والدلتا اجي تفتكروا لما قلنا الحرف دلتا ان هو بينطق دال دال اللي هي دي في اسماء الاعلام في الاسماء بس يبقى هنا دافيد ما اقدرش اقول زافيز غلط طبعا دافيد اللي هي داود اللي هي ديفيد ديفيد يبقى كده احنا خدنا الثلاث حالات بتاعت حرف ابسلون وطبعا هيجي لنا كلام كتير قوي في الحرف ده وهنقرا كتير وهنتدرب عليه كتير قوي هسيبها ساكنه كده للي عاوز يكتب حاجه امسح الحرف اللي بعد كده الحرف اسمه في في بيترسم كده انا بقول بيترسم مش بيتكتب شفتوا الرسمه اعمله تاني على صغير كده هعتبر ان ده الحرف الكابيتال وهعمل الحرف بتاعه السمول اسمه في زي ما احنا اخدنا في الاول وده من الحروف البسيطه وبينطق صوت واحد اللي هو مش الاف بس مش الاف العاديه اللي هي بي اتش في الانجليش في العربي برضه هو ف ناخد كلمتين عليه عشان نعرف بنتصرف فيه ازاي رسمته حلوه كده وشكله حلو قوي حد يقرا كده فل فل اللي هي فول طبعا احنا يعني عارفينه متعودين عليه فول فول ده يعني بنسميه مثلا اللي هو الفافا بينز كلنا عارفين الفول طبعا الحاجة التانية اللي مشابهة ليها كلمة تانية
ادي الفاي والفا فا مقاطع اهي فا لا وبعدين احط الكلمه دي تاني كده حد يبقى دي كده كلمه كده طعمها حلو فا لا فل فلافل اللي احنا متعودين عليها برضو اللي هي فلافل فلافل كلمة يبطي فلافل بقى بتتكلم نفس الـ نفس الـ 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 spelling فا لا فل تقريبا كده يعني تقسيم الكلمة دي عشان تطلع فلافل الفلافل دي اللي هي ايه؟ ده حاجة كده يعني باي ذا واي هقولها لكم. فول اهو فول اهو فا فا معناها يعني ذو لا كتير ذو الكتير الفول حاجة كده فيها فول كتير تبقى فلافل فا ذو كتير فول فلافل فل ذو الفول الكتير تبقى فلافل كلمة تانية فاي فاي يعني هذا this اخد كلمة اخيرة ا في ا في ممكن تيجي بمعنى رأس وبعض استخدامات تانية لما يجي في ادوات قبلها تبقى ايه رئيس دي او دي اكتبها هنا كده اللي هي ايه؟ بص مبدئيا كده يبقى ده حرف الفاي بالاكزامبلز بتاعته وخدنا البتاع ال الكلمات اللي عليه سكند كده علشان اللي عاوز يكتب ونمسح هنيجي للحرف اللي بعده واسمه كي ورسمته كده كي زي في مشابه للاكس الانجليش وده من الحروف اللي له ثلاث اصوات ممكن يكون الحرف ده صعب شويه وفي ناس كتير ممكن تتلخبط فيه بس احنا هناخد الحالات بتاعته ازاي بينطق الاصوات الثلاثه بينطق كاف شين وخاء كي اتش أول حاجة أول حالة من ضمن الحالات هو الحرف ده أساسه يوناني علشان كده اللخبطة دي أو صعوبته بتيجي من الحتة دي إن هو in between الكوبتيك والجريك القبطي والتشين القبطي واليوناني ودي خ بس نحاول نوضحها شوية على قد ما نقدر الحالة الأولى هو في كل الكلمات القبطي في جميع الكلمات القبطية
ينطق كاف. طب في حد هيسأل اعرف منين الكلمة القبطية من الكلمة اليونانية؟ ده درس كبير قوي ان شاء الله هناخده وهنتعرف على كل اجابة السؤال ده لان درس كبير فهنتعرف عليه بعدين ان شاء الله. بس احنا هناخد القواعد بتاعته الاول وبعدين هنحاول ممكن واحنا بنتكلم واحنا بنقرأ هنفهم امتى الكلمة القبطي وامتى الكلمة اليوناني ازاي ايه المناظر بتاعتها. ناخد كلام على حرف النطق الكي. مثلا اول كلمة احنا متعرفين عليها المنظر اهي بتاعها احنا عارفين طبعا الحروف دي ايه ده هيبقى كي صغير كده اهي عليها من فوق تبقى كي مي. كي مي اللي هي مصر. مصر ايجيبت. دي اول كلمة بنتعرف عليها دلوقتي. كلمة تانية على نفس النطق سوري وحط لها هنا جينكم. طبعا قلنا لما حرف الجينكم يجي ياخد الحرف لوحده دي هتبقى بقيه الكلمه سيبريتد عن الكلمه تبقى كده اك اك وبقيه الحروف بتاعتي اهي اك روم اوميجا بضم بقي شويه اك روم اك روم يعني نار فاير. كلمة ثالثة بس كده كو كو يعني يترك ممكن تيجي بمعنى يسامح ممكن تيجي بمعنى يغفر دي يترك مثلا خطايانا يبقى يترك forgive وممكن تيجي بمعنى remission forgives سوري هعدلها تاني forgive ممكن تيجي بمعنى تاني اللي هي remit زي ما ابونا بيقول في القداس remission of our sins. اخر كلمة على الموضوع النطق الكي حط لها جينكم برضو هنا اك رور. شوف ازاي هنا مضمومة ازاي انا خدت الحرف ده من شوية اك رور بضم بقي اك رور دي معناها ضفدعة حتى يمكن كده من اسمها بالقبطي جاية من صوتها عارفين صوت الضفدعة بيعمل ازاي؟ اكرور مشابه كده لصوت الضفدعة اللي هي فر. طبعا في كلمات كتيرة قوي بنفس النطق دي هتحسوا بيها شايفين الكلمة القبطي
دايما في شكلها قصير. عشان تاخدوا بالكم الاول كده من ال كده منظر الكلمات اللي احنا خدناها. كيمي، اكرام، كو، اكرو، كلها كلمات قبطي. في السكه كده واحنا ماشيين واحده واحده كده مع بعض زي ما اتفقنا هنعرف القبطي ازاي واليوناني ازاي، وفي بدايات ونهايات لكل لغه. سكن كده اللي عاوز يقرا حاجه او يكتب حاجه، بعد كده نمسحها. نمسح away. تعالوا ناخد الحالة التانية، بينطق شين. اتنين إذا كانت، هنا بقى إيه اللي إحنا بنقول عليه إزاي الكلمات يونانية. إذا كانت الكلمة يونانية وجه بعده وجاء بعده، خدوا بالكم من بعده دي، واحد من الحروف اللي هي الكسرة اي يوطا ايطا، ومن ضمنها الابسلون لما تكون جاية في حالة الكسر. إذا كانت الكلمة اليونانية نمبر 1، وفي الكلمة اليونانية دي لما يجي بعده واحد من الحروف اللي قدامنا دي اللي هي الاي واليوتا والايتا الايتا والابسلون، اي ايتا يوتا ابسلون. طيب ناخد شوية كلمات كده ونشوف هننطقها ازاي مع بعض. أول كلمة إحنا متعودين عليها وبنسمعها وبنحب نقولها شيري، بتتقال كتير في الكنيسة وبنستعملها كتير. شيري اللي هي سلام، بيس. كلمة تانية شيري، شيرة، شيرة يعني أرملة. اللي هي الود. كلمة تالتة ودي على طول بنقولها في التسبحة، شيون، 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 شيري، شيرة، شيون، تلج. تلج اللي هو آيس. ناخد الحالة الثالثة بتاعت حرف ك. انا هكتب الحروف اللي احنا كانت مستخدمة في الحالة الثانية اللي هي اي ايتا
في هنا قبل سوري هنا اي والابسلون هحطها قدامي كده هينطق الحاله الثالثه حرف اللي الخ اللي هي الكي اتش لما تحب نكتب حرف الخاء ده حتى لما بنيجي نترجم كلمه علشان حد الناس تعرف تقراها بنكتب الكي اتش بدل حرف الخاء الكلمه اليونانيه اذا كانت الكلمه يونانيه وليست متبوعة يعني جاي بعده يعني الحرف ده جاي بعده الحروف دي وليست متبوعة بأحد أو إحدى الحروف السابقة اللي هي اي اللي احنا قلنا عليها في الحاله اللي فاتت اي يوتا ايتا ابسلون يعني اي حرف تاني غير الحروف دي هتبقى خ تعالوا بقى ناخد اكزامبل على الموضوع ده هقراها لكم تاني عشان لو الخط مش واضح اذا كانت الكلمه هنا ايه الكلمه يونانيه وليست مجموعه باحدى الحروف السابقه اللي هي خدناها في الحاله الثانيه اي اللي هي يوتا ايتا ابسلون فور اكزامبل ادي الحرف بتاعنا الفا جاي بعده ايه الفا مفيش هنا الحروف دي لا فيش لا ده ولا ده ولا ده واكمل بقيه الكلمه هتتنطق خا اهي خا اهي خا ريس زي ما خدنا كل الحروف بنطقها خريس خريس يعني نعمة نعمة اللي هي جريس كلمة تانية أنا عايز أنتوا تقروا بقى سهلة اهي اقروا كده الحرف اهو ومفيش بعده الحروف دي يبقى ايه يبقى كي اتش اللي هو خ تبقى اوميجا رو الفا خورا خورا اللي هي اقليم يعني بنقول تيخورا انكيمل هو اقليم مصر يعني الكونتري خاريس نعمة خاريس خورا اقليم كلمة تانية ادي الكي مفيش وراها اي حرف من الحروف دي علشان تنطقها اي حاجة تانية تبقى خو روس تبقى خا والاو ميكرون
ورو والاوميكرون والسيما. خورس، خورس اللي هي صوت بنقول في ال بنقول في المزمور 150 خلينا هنخورس اللي هو الصفوف، صف خورس صف اللي هي الكواير. كواير اخد كلمة كمان، ودي احنا متعودين عليها طبعا ومش هتفوتنا ان احنا ناخدها، اللي هي ودي الحرف بتاعنا اهو كلمة مش هننساها وما تتنسيش ابدا ولازم نكون حافظينها وحافظين السبيلنج بتاعتها كمان. بي خريستوس، بي خريستوس اللي هي يسوس، بي خريستوس اللي هي المسيح، كرايست كرايست. في كلمة أخيرة أخدها كمان عشان يبقى كده عندنا examples كتيرة، أخذنا الحرف ده قبل كده، يبقى كده في قبله اي بينطق ايه حرف الابسل لما يجي الاي قبلها ينطق ايه ايف ايف، وبعدين الحرف بتاعنا سيما. اف خ خ مفيش اي حرف من الحروف السابقه اللي احنا قلنا عليها اللي هي حروف الكسره، حروف الكسره لما تيجي في الكلمه تخلي النطق شين. طب هنا الكلمه يونانيه بس مفيش بعديها الحروف الكسره هتبقى خ، تبقى هنا إفخارستية، إفخارستية اللي هو سر التناول، التناول. اللي هي الكوميونيون. سوري كوم. تبقى صح. هنا يبقى عندي خاريس نعمة، خورة إقليم، خورس صف صفوف، بخريستوس اللي هي المسيح، إفخارستية تناول. إفخارستية ممكن تيجي كمان بلفظ أو بترجمة نعمة باعتبار أن التناول ده نعمة من عند ربنا بيديها لنا موهبة أو هبة. كده يبقى احنا خدنا الثلاث حالات بتاع نطق الحرف كي اللي هو كاف وشين وخا. ان شاء الله نختم بكده الحلقه دي علشان خاطر ما نطولش عليكم، وان شاء الله نكمل بقيه الحروف لاخرها في الحصه اللي جايه ان شاء الله. ننتقل لفقره الالحان دلوقتي، اتفضل. يلا ناخد مراد انجيل عيد الصعود عشان عيد الصعود ان شاء الله يكون الاسبوع الجاي، وناخد بركته ونتعرف على الكلمات بتاعته بنقراها قبل ما ناخد التون بتاعها. هنقرا اول جزء في المراد. هوس بشويس، هوس هوس يعني تسبيح او سبحه، بشويس بشويس الرب، خين خين، و هوس
وهوس هوس هي وهو هوس هي، يبقى سبحوا الرب خين بي وهوس تسبحة انفيري جديدة. سبحوا الرب تسبيحا جديدا هوس ابشويس خين او هوس ام فيري. هنا جاي فيهلي علشان فيه وراه حرف المتحرك صاجي صاجي ام بف او ام بف او او. احنا خدنا النهارده الضمه دي قوي قوي، بقفل اخر الحركه بتاعت الضمه، يعني بقى يكون مقفول قوي ام بف او او. نيم نف اش فيري، يبقى نقرا تاني مع بعض كده، تعالوا هوس ابشويس خين او هوس ام فيري ساجي ام بف او او نيم نف اش فيري. اوكي ناخد بقية الجزء. بخريستوس احنا خدناها النهاردة، بخريستوس اف طنف اف طنف ايفول ايفول خين ني اث مو اوت. انا بقول واحدة واحدة وبالراحة علشان نتعود على ازاي احنا نقرا الكلمة. ممكن نقسمها في القراءة المبدئيا عشان نعرف نقرا، نقسمها لثلاث حروف الاول يعني مقاطع، علشان بعد كده تيجي معانا سهلة ونبقى عارفين الكلام هيجي ازاي ونقرا بسرعة. يبقى بخريستوس بخريستوس اف طنف ايفول خين ني اث مو اوت اوه اوه اف شين اف اف شين اف اي اب. احنا قلنا الجين كان لما تيجي بتعمل سيبريشن للحرف، تبقى اي اب شوي اني في اوي اني في اوي اني في اوي. اقراها تاني من الاول مع بعض معاكو، يلا هوس هوس اب تشويس خين او هوس ام ام فيري ساجي ام بف ام هي جنكم بف او او نيم نف اش فيري. اللي بعده بي اخ ريستوس ريستوس بي اخ ريستوس اف طنف اي فول اي فول خين ني اث مو اوت اوه اوه اف شين اف اف شين اف اي اب شوي اي ني في اوي. التون بتاعها انتوا عارفينه خدناه قبل كده، اللي هو التون الفريحي بتاع مراد الانجيل هوس اب شويس خن او هوس ام فيري. مرة تانية هوس اب شويس خن او هوس ام فيري. مع بعض اتفضلوا تاني هوس اب شويس خن او هوس ام فيري.
ساجي ام بث او نمنث اش فيري. نقولها مرة كمان مع بعض. O sep choice ken o hos em veri sajem bev o u nemneth esh viri. نقولها مرة كمان مع بعض. O sep choice ken ohos em veri sajem bev o u nemneth esh viri. مرة كمان مع بعض. Osep shois ken ohos em veri sajem bev o u nemnefesh viri bechristos afton fevol cheni eth mo u tovo avshe Nav eb shoyen nifi owi. Yalla nqul ma ba'd kaman marra. Hos eb choyz chen uhus em veri sajem bev o u nemneth esh firi bechristos afton fevol cheni eth mo'ut ovo avshenav eb shoyen nifi ovi. نكمل بقية المرد. احنا خدنا المرد بتاع قليلوا يا بتاع العيد القيامة. مرد قليلوا يا بقى بتاع عيد الصعود. الاول كنا بنقول فيه إيسوس بخريستوس أفطنف. المرة دي هنشيل إيسوس عشان اللي احنا هنزود جزء في الاخراني. الجزء الاخراني اللي هو بشوي صعدة الى السماء في عيد الصعود. يبقى احنا كده هنقول ايه زي ما احنا متعودين عليها. Alleluia, 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 Bechristos afton fevol cheni eth מאות או אשנף אפשוי אניפי אוי. מרה תניה נقول الربع ده مع بعض. هنا نلاحظ ان فيه قليلوا يا ده اتخطفت في الحته الاخرانيه. الهزتين الاخرانيين بتوعها اتشالوا عشان ادخل على بخريستوس على طول. وزي ما انتوا عارفين ايه الرقم ده. رقم اهو عشان عليه شرطة من فوق. لو اخدنا الفا فيتا غاما دلتا وعليه شرطة من فوق يبقى رقم. احنا خدنا الكلام ده قبل كده. يبقى رقم 4 F2. يلا نقول اللي احنا مع بعض تاني. تفضلوا. الليلويا Alleluia, 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 Bechristos afton fevol cheni eth mo'ut
بشويني في قوي. ونكمل بقية المرض بالجزء بتاع فاي ري بي او. أشكركم وأشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله.